الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين دكتور أحمد الخطيب. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. دكتور أحمد، ما هي تفاصيل الحملة التي قامت بها الهيئة في مخيم سرداش في السليمانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة مباركة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أختي الكريمة، بعد المناشدات التي وصلت لهيئة علماء المسلمين من إدارة مخيم سورداش التابع لقضاء دوكان في مدينة السليمانية تطلب فيها تزويد العائلات النازحة بالمساعدات الغذائية الضرورية، حيث زار وفد من القسم الإغاثي للمخيم واطلع على أحوال النازحين. وضمن حملة العراق الجامع وزع القسم الإغاثي في الهيئة 400 سلة غذائية على العائلات النازحة، وبدورها تقدمت هذه العائلات وإدارة المخيم بالشكر الجزيل والامتنان لهيئة علماء المسلمين على هذه المبادرة الطيبة. علما أن هذه الحملة هي الثانية التي يقوم بها القسم الإغاثي في الهيئة في هذا المخيم، مخيم سورداش. حقيقة تأتي هذه الحملة من منطلق أن الهيئة تحاول بكل ما تستطيع رفع المعاناة ومد يد العون لكل عراقي يحتاج إلى مساعدة، وكذلك تأتي هذه الحملات التي تقوم بها الهيئة في مخيمات التي يقوم بها الأخوة الكرد كرد للجميل على احتضانهم لإخوانهم العرب. نعم، هل اقتصرت هذه المساعدات على المساعدات الغذائية فقط أم شملت مساعدات أخرى؟ في هذه المرحلة يعني طلبوا منا أن نجهزهم بالمواد الغذائية الضرورية. فجهزنا السلات الغذائية تحتوي على 14 مادة غذائية ضرورية للعائلة، ونحن مستمرون إن شاء الله في تقديم يد العون وتقديم الحملات للعائلات النازحة في كل المخيمات، سواء كانت في مخيمات كردستان العراق أو في الأنبار أو في ديالى أو في كركوك. دكتور أحمد، باعتباركم عينتم أوضاع النازحين في المخيم، كيف تبدو أحوالهم هناك؟ وهل من حملات مقبلة للنازحين سواء في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى كما ذكرت؟ كما تعلمون أن العائلات النازحة في المخيمات التي تستمر على نزوحهم مدة سنة أو سنتين، وهناك عائلات تستمر نزوحهم إلى مدة 3 سنوات، حقيقة يحتاجون إلى دفعات متواصلة من المساعدات الغذائية الإغاثية وخاصة الغذائية والطبية واحتياجات الأطفال من الحليب، وهذه مواد استهلاكية يومية. للأسف غياب الجهد الحكومي في تأمين هذه الاحتياجات للعائلات من الطعام والشراب والدواء اللازم كان بسبب الخلافات السياسية التي يدفع المواطن العراقي ثمنها عامة والنازحين خاصة، فإن دور المنظمات والهيئات الإغاثية يكون لها دور بارز في أنه سد هذا العجز. ولهيئة علماء المسلمين يعني الحمد لله اليد الطولة ولها سابقة في تقديم هذه المساعدات للمخيمات وفي أي مكان، يعني حقيقة هذا مخيم سورداش مخيم يبعد عن مدينة السليمانية تقريبا 100 كيلومتر. دكتور أحمد، هذه فقط لتذكير المشاهدين، هذه حملة المساعدات جاءت ضمن حملة العراق الجامع، لو تحدثنا باختصار عن هذه الحملة، حملة العراق الجامع وأهدافها. نعم، يعني انطلقت هذه مشروع العراق الجامع الكبير انطلق قبل 3 سنوات وهو مستمر لحد الآن، وإن شاء الله سيستمر وتستمر الهيئة في تقديم هذه الحملات الإغاثية. نعم، أشكرك. قدم القسم الإغاثي يعني مئات الحملات الإغاثية ضمن حملة العراق الجامع، وفي تقرير السنوي الأخير للقسم الإغاثي فإن العوائل المستفيدة من هذه الحملات بلغ أكثر من 40,000 عائلة نازحة، يعني جهزها القسم الإغاثي في الهيئة بمختلف المساعدات الإغاثية
من السلات الغذائية والفرش والبطانيات والمدافع، وكذلك مدية العون للمدارس الموجودة في المخيمات، وكذلك المنح المالية التي يقدمها القسم والقسم الاجتماعي للعائلات المتعففة وللنازحين. أشكرك جزيل الشكر مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين دكتور أحمد الخطيب، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.